له ابنة رباها وعلمها حتى تخرجت من الجامعة، واشترى لها سيارة كما اشترى لها 100 جرام من الذهب وهدايا أخرى، ولكنها تزوجت من رجل لم يقبله ورفضه. ويسأل: إذا حرمها من الميراث يكون آثمة، رغم أن هذه الأشياء أكثر من نصيبها في الميراث لأن لها إخوة وأخوات؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فأقول لصاحب هذه الرسالة: لقد أعطيت وأعطيت وأعطيت ثم تمنع، هذا أمر صعب لا يتقبله العقلاء. قديما قيل: ما أصعب المنع بعد العطاء، فقد عرضت ابنتك على العطاء فبعد هذا تريد أن تمنعها؟ إذن لا تلومن إلا نفسك حين لا تتقبل ابنة هذا الرفض منك لمن ترغبه زوجا لها. بكل تأكيد فإن الشارع الحكيم لا يقبل أن تفرض الابنة على أهلها شخصا لا يقبله أهلها، إذا كان رفض الأهل له ما يبرره، حيث أنهم لا يرضون خلقه أو دينه. نعم، يؤخذ رأيها في من يتقدم لها، وينبغي أن يكون لرأيها وزن في القبول أو الرفض، لكن في النهاية ينبغي أن تخضع لرأي الأهل إذا لم يكن لها اعتراض على دينه أو خلقه. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطلقون على المرأة التي تزوج نفسها من غير رضا وليها امرأة زانية. وأقول لبناتنا اللائي هن في سن الزواج: تمسكنا بموافقة أهلكم حتى تحافظ البنت على معزتها على زوجها بعد الزواج، وإلا ستجد نفسها معه دليلة ترضى بكل ما يفرضه عليها الزوج، إذ ليس لها مكان آخر تلجأ إليه لتحفظ عزتها وكرامتها. أما ما قدمته لابنتك من الهدايا فيستحب لك أن تعطي من مالك هدايا لبقية إخوتها وأخواتها في مستوى الهدايا التي أعطيتها لها أو قريبة منها في القيمة، ثم ما بقي من الأموال فإنه يورث عنك بعد عمر مديد إن شاء الله تعالى. لكن لا يجوز لك أن تحرمها من الميراث، لأن المولى جل جلاله حين قسم الميراث بين مستحقيه لم يشترط فيه رضا المورث عن المستحقين ولا يبرهم به، فالبر والعقوق له حساب آخر عند رب العالمين. أما الأموال فهذه أشياء يحتاج إليها في المعاش في هذه الحياة، فلا ارتباط بينها وبين البر والعقوق للوالدين. وأرجو أن تتقدم هذه الابنة بأنواع من البر بوالدها حتى تجعله يرضى عنها وعن زواجها. وما أسرع رضا الوالدين بأول بادرة من البر تظهر من الأولاد مهما حدث منهم من عقوق. هذا وبالله التوفيق.